مياه مالحة فيها تيار كهربائي، إنها عملية كيميائية لاستخلاص مواد أولية مهمة لقطاع الصناعة. نستخلص هنا الصوديوم والكلور، وذلك بتمرير تيار كهربائي مستمر في محلول مركز من ملح الطعام والماء. غربي هامبورغ توجد أكبر شركة كيماويات في أوروبا، وأهم موادها الخام الملح والتيار الكهربائي. وفي بافاريا جنوباً توجد أيضاً شركة كيماويات. هنا تقوم عائلة دريكسل بصباغة المنسوجات أو كسوتها بطبقة شمعية أو إضافة طبقات أخرى لها. نحن نتعامل مع منتجات مختلفة كالأقمشة الواقية من الشمس والأقمشة التي تستخدم كستائر للنوافذ بكل أشكالها، وكذلك الأقمشة المستخدمة في عمليات الترشيح والأقمشة التي تصنع منها السترات الواقية. تخوض الشركتان منافسات عالمية وتستهلكان الكثير من الكهرباء، لكن شركة الكيماويات القريبة من هامبورغ تتمتع بميزة كبيرة، فهي غير مضطرة للمشاركة في تحمل التكاليف الباهظة للتحول إلى الطاقة البديلة، فهي حتى الآن معفاة من ضريبة الكهرباء البيئية. لكن تحرك قضية في بروكسل ضد هذه الإعفاءات يثير غضب مديرها. حجم استهلاكنا للكهرباء يفوق استهلاك مدينة هامبورغ بما فيها من أفراد وشركات ومصانع، وبدون الإعفاء سيصل الفارق الذي سندفعه لهذا العام والعام المقبل إلى 400 مليون يورو. نحن نتحدث إذن عن مبالغ طائلة من شأنها أن تقضي بالطبع على نشاطنا برمته. أما شركة تطوير المنسوجات في الجنوب فيتعين عليها دفع تكاليف الكهرباء كاملة، لأنها لا تستهلك القدر الذي يجعلها تتمتع بالإعفاء، وصاحب الشركة يرى أن هذا ظلم ومخالف للدستور، لذا لجأ إلى القضاء. إنه عقاب على ترشيد استهلاك الكهرباء، فأنت تحصل على ميزات فقط عندما يزداد استهلاكك، وإذا لم تستهلك القدر المحدد لا تستفيد من هذا القانون. وبالنسبة لنا كان بإمكاننا قبل أعوام بلوغ هذا القدر، لكننا نقوم منذ سنوات طويلة بمشاريع تعنى بالاقتصاد في استهلاك الكهرباء، ولذا نحن بعيدون جدا عن تحقيق قدر الاستهلاك الذي يجعلنا نستفيد من الإعفاء، كما أننا غير عازمين على الوصول إلى هذا القدر، بل على الحد من استهلاك الكهرباء بأكبر قدر ممكن. وتتخلى شركات كثيرة عن توفير الكهرباء للاستفادة من الإعفاء الضريبي، وقد بلغ عددها هذا العام 2700 شركة، وسيزيد عددها إذا قام الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الإعفاء هذا. هناك شركات لا يحق لها الاستفادة من القانون ويتعين حرمانها من الإعفاء. يجب أن يكون هناك إنصاف، وهذا يتطلب ميزانية لتمويل التحول المطلوب. شركة الكيماويات الأمريكية العملاقة تراقب الموقف في ألمانيا عن كثب، فجزء من الكهرباء يأتي من محطات في الجوار، ويجري التخطيط لبناء أخرى، ويعول المستثمرون الأمريكيون على سعر الكهرباء المستقبلي، ولكن يبقى السؤال حول إعفائهم من الضريبة الإضافية. يمكننا القول إن الاستثمارات هنا بقيمة 4 مليارات لا يمكن نقلها بسهولة، وعلى الجانب الآخر إذا لم يعد بإمكانهم إدارة أعمالهم في هذه السوق بأسعار منافسة سيفكرون بالطبع يوما ما في التحول إلى مكان آخر، إذ لن تبقى أي شركة هنا لأن المكان جميل، فالأمر الحاسم يكمن في الربحية، وإذا تراجعت تدريجيا سيتم التفكير في نقل النشاط إلى مكان آخر. هذا مع أن أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية وما يتبعها من ضرائب إضافية تعتبر في ألمانيا أقل بكثير منها في بريطانيا وإيطاليا. وفيما تتحرك ألمانيا في الحيز المتوسط فإن أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية في فرنسا أقل. بشيء من الأسى ينظر إلى محطة شتاد النووية التي توقفت عن العمل قبل أكثر من 10 أعوام.